السلام عليكم. عليكم السلام. هلا والله. على اليوم العالمي للتمريض. اليوم احنا بالافينيو جايين نحتفل بيوم العالمي للتمريض اللي صادف يوم 12/5، وهذيل الكوادر التمريضية جايين اليوم يحتفلون مع الجمهور والمجتمع بيوم التمريض العالمي. فكل عام والتمريض بخير. طبعا يوم التمريض العالمي هو يوم يحتفل فيه او يصدر فيه شعار كل سنه من الاي سي ان، وهو المجلس التمريض الدولي. شعار هذه السنه ممرضينا مستقبلنا. اي والله مستقبلنا، وهذا الشعار هذا اليوم والاحتفال بهذا اليوم. اليوم قاعد نقيس الضغط والسكر ونوجه حق الجمهور والمجتمع شنو دور الممرض، ونخلي ايضا يحتفل معنا بهاليوم المميز. مهنة التمريض لها أكثر من تدرج، ابتداء في برنامج الدبلوم مدة سنتين ونص، لبرنامج البكالوريوس مدته 4 سنوات، وصعودا للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة.